السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة، وصلنا لسون 3 from unit 5، الدرس الثالث من الوحدة الخامسة. يلا بينا نقرأ الكلمات. عندي عمال workers workers workers، عمال workers. أدوات tools 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 tools. شاحنة كبيرة truck 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 truck. قبعات صلبة hard hats hard hats hard hats hard hats. ورشة إصلاحات repair shop repair shop repair shop repair shop. عندي شارع street 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 street. عندي كمان مجتمع community community community. مهارات skills 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 skills. بيوت محلية local homes local homes local homes local homes. مؤسسات تجارية businesses 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 businesses. عمل work 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 work. ممل boring 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 boring. بالخارج outside 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 outside. بسبب أو لأن because 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 because. عندي كمان verbs مجموعة من الأفعال. يتعطل break break break. يتكسر أو يتعطل كمان break. تمطر rain 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 rain. يساعد help 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 help. طيب عندي هنا expressions and prepositions، تعبيرات وحروف الجر. يساعد بعضهم البعض help each other help each other help each other. على سبيل المثال for example for example for example. كثيرا من الناس many of the people many of the people many of the people. يجعلك تشعر انك بحالة جيدة it makes you feel good it makes you feel good it makes you feel good. طوال اليوم all day all day all day. إنه الشيء الصحيح المطلوب عمله it's the right thing to do it's the right thing to do it's the right thing to do. let's learn. هيا نتعلم. workers in our community يعني العمال في مجتمعنا. A bus driver helps a builder to get to work. سائق الأتوبيس يساعد عامل البناء ليصل إلى العمل. When the bus breaks, the bus driver needs the mechanic to fix the bus. عندما يتعطل الأتوبيس فإن سائق الأتوبيس يحتاج إلى الميكانيكي لإصلاح الأتوبيس. All the local homes and businesses need a mail carrier to deliver the packages and letters. كل المنازل المحلية والأعمال التجارية تحتاج لساعي بريد لكي يوصل الطرود والخطابات. We all need the garbage collector to take away our garbage and keep our streets clean. نحتاج جميعا إلى جامع القمامة لكي يبعد قمامتنا ويحافظ على شوارعنا نظيفة. تعال نشوف بقى القصة بتاعتنا. بيقول لي workers in our community يعني العمال في مجتمعنا. Do you like helping people؟ هل تحب مساعدة الناس؟ In our community we can all help each other. في المجتمع بتاعنا نستطيع جميعا أن نساعد بعضنا البعض. In our community, we can all help each other. Many of the people around us have special skills to help us. بيقول كثير من الأشخاص حولنا لديهم مهارات خاصة لمساعدتنا. Together, we help each other and make our city or village a nicer place to live. معا نساعد بعضنا البعض ونجعل مدينتنا أو قريتنا مكان أجمل لنعيش فيه. For example, على سبيل المثال a bus driver helps a builder to get to work. هو سائق يحتاج سائق الأتوبيس للميكانيكي لكي
لا دي في حتة قبلها، السائق الأتوبيس يساعد عامل البناء لكي يصل لعمله. When the bus breaks, the bus driver needs the mechanic to fix the bus. وعندما يتعطل الأتوبيس يحتاج سائق الأتوبيس للميكانيكي لكي يصلح الأتوبيس. طيب at the local, all the local homes and businesses need a mail carrier to deliver the packages and letters. كل بقى المنازل والأعمال التجارية والمؤسسات بتحتاج لساعي بريد لكي يوصل الطرود والخطابات. We all need the garbage collector to take away our garbage and keep our streets clean. طيب يعني هنا بيقولي كمان نحن جميعا نحتاج لجامع القمامة لكي يأخذ قمامتنا بعيدا ويحافظ على شوارعنا نظيفة. We can all help each other. كلنا نقدر نساعد بعض. It's the right thing to do and it makes you feel good. طبعا دي حاجة بتكون حاجة كويسة وبتشعرنا ان احنا نكون بحالة جيدة. طيب عندي كمان We all like different things. كلنا بنحب الأشياء المختلفة. Some jobs are interesting for some people. يعني بعض الأعمال بتكون شيقة لبعض الناس. But they are boring for other people. وممكن ناس تانية تشوف نفس الأعمال تشوفها إن هي مملة. All the jobs are very important. وفي النهاية يعني بيقول لنا إن كل الوظائف بتكون مهمة وكل الوظائف بتساعد بعضها البعض. طيب هنا عندي this و that، دي هتلاقوها في الجرامر بس هنقولها سريعا كده. دي كانت أسماء الإشارة. this دي للمفرد القريب و that للمفرد البعيد. this و that عشان هما مفرد بيجي معاهم is، ودي singular noun بيجي وراها اسم مفرد ينفع أعده، أو uncountable noun ممكن يجي وراها اسم لا يعد. تعالوا نشوف مثال. This is the socket the electrician is fixing. بنقول الكوبس بتاع الكهرباء ده تم إصلاحه. That's the water dripping from the faucets. يعني بنقول إن المية بيتنقط من الحنفية. فهنا عندي جي وراها فعل وهنا جي وراها إيه؟ جي وراها اسم. وهنا مية كمان، المية دي اسم لا يعد. اسم لا يعد. هنا الاسم يعد وهنا لا يعد. طيب عندي الأسماء الغير معدودة uncountable nouns، هي أسماء لا يمكن عدها ولا يوجد لها جمع وتعامل معاملة المفرد. تمام. طيب يبقى أي شيء لا يعد ده بعتبره مفرد، بعامله معاملة المفرد. أما عندي these و those، these دي هؤلاء ودي اسم جمع للقريب و those اسم جمع للبعيد. These, those are وبعدها بيجي plural noun اسم جمع. تعالوا نشوف مثال. These are the plurals the plumbers plumbers tools. These are the plumbers tools يعني دي أدوات السباك. Those are the builders hard hats ودي قبعات اللي هو العامل البناء. تعالوا نشوف exercises. Rains أمطار outside الخارج healthy بصحة جيدة أو صحي city مدينة. Number one a garbage collector is outside all day اللي هو عامل النظافة بيبقى بالخارج طول اليوم. Number two when it rains it gets wet لما الدنيا بتمطر أكيد الجو بيبقى يعني الدنيا بتبقى مبلولة. Number three he helps to clean the city هو بيساعد على نظافة المدينة. He is healthy because he walks every day. هو بصحة جيدة لأن هو بيمشي كل يوم، يعني بيعمل رياضة المشي كل يوم. Question number two. Choose the correct answer from A, B, or C. Number one. Children are going to school. All those children are going to school. أطفال طبعا جمع مش هياخد this ولا هياخد that فنختار those. Many of the people have special skills. يعني الكثير من الناس عندهم مهارات خاصة أو مميزة. Number three, this is the car the mechanic is fixing. هذه هي سيارة الميكانيكي اللي هو بيصلحها، يعني دي السيارة اللي الميكانيكي بيصلحها. Number four, when the bus breaks,
You need a mechanic. لما السيارة بتاعتك تتعطل انت محتاج لميكانيكي. طيب number 3, read and answer true or false. number 1, we always need to help each other. يعني كلنا محتاجين نساعد بعض, دي true. number 2, all the jobs are not very important. كل الوظائف ليست مهمة, دي طبعا خطأ. we need a garbage collector to fix the bus. احنا محتاجين عامل النظافة عشان نصلح الأوتوبيس, طبعا خطأ. number 4, some jobs are more important than other jobs. يعني بعض الوظائف بتكون أكثر أهمية من الوظائف الأخرى, غلط, كل الوظائف مهمة. طيب عندي هنا question number 4, read and match. number 1, those builders هنقول are building the new hospital. بيبنوا اللي هم البنا, عامل العمال البناء بيبنوا مستشفى جديدة, يبقى رقم number 1 مع C. طيب this bus is taking me to the school. الأوتوبيس ده هو اللي بيوديني المدرسة. number 3, these mechanics اللي هم الميكانيكيين نقول work in the repair shop, يعملوا في ورشة تصليح. number 4, that mail carrier اللي هو ساعي البريد is delivering letters, بيوصل الخطابات. question number 5, rearrange the following sentences. number 1, that is the garbage collector's truck. عفوا, بنقول دي عربية اللي هي عربية الكمامة, دي العربية بتاعت عامل الكمامة. number 2, we make our city a nice place. يعني احنا بنحب نخلي المدينة بتاعتنا مكان لطيف. number 3, some jobs are very boring. بعض الوظائف بتكون مملة. طيب write a sentence on each picture. عايز يكتب جملة على كل صورة. عندي هنا الأوتوبيس, فهقول a bus driver helps a builder to get to work. سائق الأوتوبيس بيساعد عامل البناء لأن هو يروح شغله. عندي دي الأدوات, أقول these are the plumber's tools. دي أدوات الايه, السباك البلامر. عندي دي هقول that's the garbage collector's truck. يعني دي العربية بتاعت عمال النظافة. كده خلصنا الدرس الثالث. شوفكم إن شاء الله مع الدرس الرابع. والدرس الرابع بقى فيه A و B, في جزئين. أكيد ماس الجزء الثاني. ماس هنخلصهم ان شاء الله. تفضل بقى لسن 5 و 6 ونخلص الوحدة الخامسة وندخل على الستة ان شاء الله. بشكركم جدا, نشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.